استخدم التواصل الاجتماعي كوسيلة للوصول للمجتمع وللزبائن بشكل غير مباشر. يعني أي شخص عنده يعني براند معين أو فعالية معينة لازم يتجه للسوشيال ميديا لأنه هو صار الواجهة الأساسية للتسويق بشكل عام. قنوات التواصل الاجتماعي دائما أشبهها بالسكين اللي من الجانب ممكن تقطع ومن الجانب الثاني ممكن أنك تقطع فيها تفاحة وأنك تقطع فيها بشر. كلمة قد ترسلها أو أنك تعبر فيها تكون غير محسوبة قد تكلف ثمن كبير، وكلمة طيبة تلم شمل أمة. تقدر تقول الحين بدت مسؤوليتنا أن نحن نقدم فيديوهات فيها رسالة ويكون مناسب لجميع الفئات العمرية، تتناول قضايا المجتمع، قضايا البسطاء، قضايا المجتمع بشكل عام بطريقة إيجابية، بطريقة تبحث عن الحلول. السوشيال ميديا بينت بعض الحقائق الجميلة في شخصيات سواء إعلاميين أو غير إعلاميين. السوشيال ميديا يمكن ما تخليك مشهور، لكن الشهرة شيء حلو، لكن في الجانب الآخر يمكن بتلاحظ أني في أشياء ما تقدر تسويها دائما، في الحرية شوية محصورة يعني نوعا ما. ما في مكان أقدر أروح من دون ما أصادف ناس تعرفني ولا تشوفني وكذا، فمن هالناحية يعني خذ شوية من الخصوصية. الانتقاد لابد منه، لأنه أنت بتخاطبين أو بتنزلين موضوع معين بتخاطبين فيه فئات مختلفة، فنحن لازم ننظر للكومنتات الإيجابية بدل لا نشوف كومنت واحد سلبي يحطمنا. إيش أخذ مني؟ أقدر أقول أخذ كثير من وقتي. طبعاً هو يأخذ من وقتنا، ولكن الذكي اللي يقدر أنه يطرح المواضيع الهامة والجميلة والهادفة أو حتى ينزل الصور اللي هي ممكن تضيف له ولا تسيء له. هو أضاف لي كثير بصراحة، اللي أخذ مني يعني وقتي، لكن بصراحة أعطاني كثير. أول شيء عرفني على ناس كثير، على متابعين كثير، بالعكس أضافت لي إضافات جديدة، عائلة ثانية كبرت عائلتي، يعني هذا المجتمع صار هو عائلتي كامل، والحمد لله أني موفي الحق للجميع.